السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ حوالكم مزيانه؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيت نقترح عليكم حرشه مغربيه لشرب الشاي والقهوه، نتمنى تعجبكم. ولا اول مره كتزوروا قناتي، مرحبا والف مرحبا، ما تنساوش الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي. بالنسبه للمقادير، كنحتاجو السميده نتاع الحرشه، كاين عندنا الملحه على حسب الذوق، كاين عندنا واحد نص معلقه نتاع السكر صغيره، كاين عندنا نص كاس زيت الا كان زيت زيتون حسن، كاين عندنا خميره نتاع الحلوه، كاين عندنا واحد المعلقه كبيره نتاع الدقيق، وخميره الخبز واحد نص معلقه مع الماء. كناخذو السميد كنزيدو عليه السكر، كنزيدو عليه الملحه، كنزيدو عليه الخميره نتاع الحلوه والدقيق، كنخلطوهم مزيان، كنزيدو عليهم الزيت، كنبسو الخليط ديالنا مزيان. هاد الطريقه موضحه في الفيديو. كناخذو الخميره نتاع الخبز كنزيدوها على الماء، كنحركوها مزيان، كنزيدوها على الخليط. كنجمعو الخليط بالماء، من بعد ما جمعناه كنتركوه جانبا. واحد 5 دقائق كناخدو الطاجين كندهنوه بالزيت، كنرشوه بالسميد وكنديرو فيه الخليط. من بعد ما وضعنا الخليط كنبسطوه مزيان في الطاجين وكنديرو فوق النار كيطيب.
هذه هي الوصفه تاع اليوم، نتمنى تنال الاعجاب ديالكم. ما تبخلوش عليا باللايكات والبارطاج مع الاصدقاء والاحباب. الى اللقاء الفيديو اخر ان شاء الله. Mm-hmm.